بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن كورتانا. كورتانا ده تطبيق صغير مايكروسوفت نزلته على ويندو 11 وعلى ويندو 10. ليه الغرض منه؟ الغرض منه ان هو بيسهل علينا عمليه الشغل. يعني مثلا بقدر ادي له اوردر مثلا او اعمل مثلا بقول له ايه هيلب مثلا حاجه الفلانيه، اقدر ادي له مثلا يعمل لي فايل مثلا في شغل معين، اقدر يعمل لي اي شغلانه عن طريق الاوامر الصوتيه. طيب ايه مشكله كورتانا؟ مشكله كورتانا ان هو بياخد مساحه من الجهاز. طب هل هو مفيد؟ اه طبعا مفيد، بس مع الاجهزه اللي عندها يعني ايه سبيس، عندها مساحه كويسه. اما الناس اللي ما عندهمش مساحه فلازم يعني ما يطبقوش او ما يشغلوش عنده، او لو كان متفعل عنده مثلا ومشغله يقدر يلغيه من عنده عن طريق كنترول بانل. كورتانا ما هوش برنامج يعني من غيره الويندو مش هيشتغل، لا الويندو بيشتغل في كل الاحوال، بس هو بيساعد بس ايه في انجاز المهام. قلت له دوس على ساين ان، هيديني ايه؟ هيديني يقول لي يا اما ورك اكونت يا اما مايكروسوفت اكونت، تمام؟ يقول لي اختار حاجه منهم. ده لو انا عايز افعل بدوس على واحده منهم بيبدا اعمل هنا كونتين وابدا طبعا حسب احتياجي انا الشخصي للشغل ده، وابدا اعمل ساين ان وابدا اشتغل الشغل من دون مايكروسوفت. ليه بيديني الشغلانه دي؟ عشان اقدر اسهل على نفس المهام والكلام ده. ولو عايز طبعا الغي الكلام ده بدخل على كنترول بانل من هنا على طول، بدوس هنا كنترول بانل وابدا ادخل على طول والغي كل الكلام دوت من تطبيقات البرامج، بعين الكلام ده حاجه سهله الكل بيقدر يعملها. انا حبيت انوه عنه بس عشان لو حد عنده يعني بطء في الجهاز والشغل يبدا يدخل يبص على كورتانا. بعد ما يبص على كورتانا يبدا يشوف متفعله ولا لا من كنترول بانل، لو لا متفعله يبدا يلغيها، لا مش متفعله خلاص يسيبها ويعرف ان في مشكله ثانيه هي اللي مبطئه الجهاز. واذا كان محتاجها في الاوامر المساعده عشان ينجز مهامه ويخلص نفسه وعنده شغل كتير، لان في ناس شغاله فريلانسر فبتحتاج الانجازات دي تكون سريعه جدا معاه بسرعه مع الشغل عشان بيسلموا شغل اسرع. كل حاجه عن كورتانا. اي حد ليه اسئله ممكن يكتب لي في التعليقات وارد عليه. وانا عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.